السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ اليوم عندنا البري اكلامسيا، محاضرة البري اكلامسيا والانستيك كونسيدريشنز. باختصار شنو هي البري اكلامسيا؟ هي ارتفاع الضغط اثناء الحمل ويا البروتين يوريا. والاكلامسيا راح تسمعون البري اكلامسيا وتسمعون اكلامسيا وما تعرفون شنو الفرق بيناتهم. الاكلامسيا هي بالاضافة لارتفاع الضغط وياها الشمرة سيزر او الفت او الكونفولشن. لما نقول انه سيزر او كونفولشن شنو معناها؟ اكو سي ان اس Central Nervous System Insult، يعني صار عندنا فد مشكلة بالبرين، واللي هي عادة تصير عندهم سيربرال أوديما. بس هاي الأوديما يعني مو سهلة، ترى احتمال حتى تسوينا الانكونشيوسنس. تمام، شنو الكرايتيريا؟ مو الكرايتيريا، وإنما البيشنت راح يعاني من هدك بسبب ارتفاع ضغط الدم، يعاني من جنرالايز أوديما بالفيس بالأبر واللور لمز، برجلينها بإيدها، فلذلك يعني هنا راح يصير عندك صعوبة بالكانوليشن، يصير عندها بروتين باليورين. تمام، هو مشكلته مالتي اورجانيك فيلير، صح؟ هو فقط بس اثناء الحمل، بس هو يسوي لي مالتي اورجانيك فيلير. يا سيستمز راح ياثر لي عليها، راح ياثر لي على الرينال، راح ياثر لي على اللنج، وياثر لي على الليفر. الرينال يبدي من البروتينيوريا، وبعدين يعني هيماتوريا احتمال يصير عنده اليورين اوتبوت اقل، بعدين يصير الانيوريا، وبعدين يصير عندي رينال فيلير. اللنج احتمال يصير بها اديما باعتبار اكو فلويد ريتنشن، يرجع يعني ماي فلويد يجمع بالجسم. الليفر ايش راح يصير بيه؟ الليفر راح يصير عندي مشكله الهيلب سيندروم. شنو هذا الهيلب سيندروم؟ هيموليسيس واليفيتد ليفر انزيمز ولو بليتلتس، يعني هاي هيموليسيس وهاي اليفيتد ليفر انزيمز وهاي لو بليتلتس. بليتلت قليله والليفر انزيمز عاليه وهيموليسيس، فاذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي البليدنج تندنسي. زين، يصير عندي ك يعني المشاكل مالتها او مالت الهيلب سيندروم هنا هذني كلينيكال. ايش راح نلقي بيشن؟ يعني لما تجي راح تعاني من، طبعا هي بري اكلامسيا نعرفها انه عندها ضغط، بس راح يصير عندها الضغط ما يستجيب، وبلارينج فيجن النظر مالتها يصير قليل، والابكاستريك بين يصير عندها بين منطقه المعده. زين، راسا تخلي ببالك اذا لازم افحصها كيميكالي، وراح القي اليفيتد ليفر انزيمز والهيموليسيس واللو بليتلتس. زين، هذا عبارة عن سيندروم ومو سهل. زين، وهو يعتبر توب امرجنسي، وحله هو ترمينيشن للبرجنسي، لازم تنهي الحمل مهما كان العمر مال الطفل، بالشهر السابع بالسادس بالنهاية شهرها لازم تسوي ترمينيشن بالبرجنسي. وبهيجي حالة بالنسبة لي الهيلب سيندروم، يعني المريضة اللي عندها هيلب سيندروم ايش راح نطيها؟ جيلو سباينال. لازم اذا بادية عندها اجي افحص بالكيميكالي، اذا بادي عندها البليدنج تندنسي ولو بليتلت اذا لازم يكون هو جي اي. اذا بعده ما بادي عندها، يعني بادي عندها البلارينج فيجن، بادي عندها الابيجاستريك بين والضغط عالي وهاي الامور، وليفر انزيم اوكي مرتفعه، بس بعد الهيموليسيس طبيعي الحقها بسباينال افضل. بس اذا لا، لا مستحيل نعطي سباينال لانه راح يبقى يصير بليدنج بالمكان. تمام، مبدئيا ايش راح تحضرها انت؟ تخلي لها لاينين، لانه تخلي ببالك واحد للبلاد والبلازما والكرايو والمشين اللي تحطه بالدي اي سي، واحد للفلويد والانتي هايبرتنسيف. تخلي كاثيتر، هم راح يجيك اصلا خلي لها كاثيتر على مود نشوف شنو طينا من علاج وشنو اللي طلع لنا من عتق، لان هو دول يصيرون هيماتوريا وبعدين يصيرون يعني بلاد وبيورين وبعدين يصيرون يعني انيوريا رينال فيلير. زين، والكيميكال ستديز يسحبون دم يجيبونه بالبلاد جروب والاتش بي والبليتلت والبي تي بروثرومبين تايم واليوريا والكرياتين كلها. زين، نحضر ايضا تحضير، راح نسوي تحضير للبلد والفريش فروزن بلازما والكرايو والبليتلت. تمام، هاي كبريباريشنز راح تخليها. بريميديكيشنز اللي راح تعطيها ايش راح يفيدنا؟ زيلوكاين اللي هي 1.5 ملغرام بير كي جي، بيتالوك تقدر 1 أو 2 ملغرام، او كل ما هذه ان يخلص تقدر تنطي، وبالاكستوبيشن تنطي، والانتي هايبرتنسيف وياهن المغنيسيوم سلفيت راح نحكي عليهن. الاوبيويد هم ما تين انطي، ما له علاقه بالطفل، ما الام اهم، فالاوبيويد يفيدني. تمام، النقطه الثانيه البلان مالتي، هل هي جي اي او سباينال؟ حكينا الافضل هو شنو؟ السباينال، امن لي وامن للام حتى لا تدخل بكوما. ما عدا ادي فقره هي ما عندها سبليدنج تندنسي، عندي فقره انه ادير بالي من صدن دروب بالبلاد بريشر. زين، لذلك اقدر اضيف وياها مثلا اوبيويد ويا الزيلوكين ويا الماركين اللي انطي مالت السباينال انستيزيا، فد مثلا اضيف وياه مورفين او فنتانيل، و
فازو بريزر ايضا ادير بالي من اتاقد الامكان، فانطيها فلود زين، انطيها الدوز قليله، اسوي لها يعني اسوي زينه ويا الاوبيويد الافكت مالتها، حتى احاول قدر الامكان ابتعد عن الفازو بريزر باعتبار المريضه اصلا انت ضغط وخافي يصير شوتينج بالانكريز بالبلاد بريشر. عاده هم ذولي يصيرون عندهم مثل ما قلت لكم فلكتويشن، ساعه يرتفع ساعه ينزل، فادير بالي من موضوع الارتفاع والنزول. زين، فقلنا انه السباينال افضل شيء زين، فيما عدا اذا اكو ليفر بروبلم يعني بليدنج تندنسي، اذا اضطريت انطي جي اي. وقت انطي الجي اي، جي اي اذا المريضه عندها كونفولشن، اذا عندها بليدنج تندنسي زين، ف مباشرة مرات يجيبوا لك اياها من البيت صار شامرة وجاية، فبدون اي نقاش رأسا انطيها جي اي. زين، خلي ببالي شنو difficult airway management، اخلي ببالي بسبب اللارج برايس والاديمة واللارج تونك والشورت نيك والش اسمه يعني كل هاي الامور مات difficult intubation، بالاضافة لانها زايدة باعتبارها بي اي وسرعتها الاديمة اكثر. اخلي ببالي انه rapid sequence induction، اخلي ببالي difficult cannulation ايضا قلناها هسه، اخلي ببالي ايضا bleeding per touch بسهوله يصير، والsympathetic stimulation لازم اعالجه بالذات لو كان البيتا لو كونه يعني يصير اوفر ويا اهل الضغط، وخصوصا ويا الحامل المول بري اكلامسيا بعد اكثر. زين، post operatively شو تخلي؟ اول شيء تقول لي ادخلها اتش دي يو، الاكستوبيشن شو راح يكون؟ لازم يكون سموث مثل ما قلت لكم ذني الاثنين. زين، المونيتورنج يكون كلوز كلش كلوز، المن للانبوت والاوتبوت يعني الشنطينه وش يطلع لنا من يورين، بالاضافه طبعا الفايتال ساينز، وعلى اساسها ننطي الانتي هايبرتنسيف وغيرها. زين، انالجيسيا كلش مهمه والبين مانجمنت كلش مهم. زين، هاي الامور بالنسبه لي البوست اوبراتيف. نجي هسه الكومبليكيشنز اللي تصير عندنا بالبري اكلامسيا، يصير عندك مالتي اورجانيك فيلير، فممكن ان يصير عندي هنا انا كتبت لكم اياها بس هنا وضحتها بصوره حتى ما تنسوها، ممكن يصير عندك كونفولشن، والكونفولشن راح تدخل لي احتمال كوما، وايضا السيريبرال اديما هماتين تدخل لي كوما. زين، ذني اثنينات لازم تنطوا وياها المانيتول. اوكي، ممكن يصير عندها الاسبيريشن، ممكن ان يصير عندها بلموناري اديما، بلموناري امبوليزم، ممكن ان يصير عندها الهيلث سندروم، يصير عندها بروبلم بالليفر، بروبلم اللي هي بليدنج تندنسي والبليدنج، يصير عندها الرينال فيلير والبروتين يوريا، قلنا بروتين يوريا احتمال يصير، وبعدين توصل الى مرحله الهيماتوريا وديكريز يورين اوتبوت والانيوريا الى ان توصل الرينال فيلير، ممكن الدي في تي ايضا يصير عندهم. زين، هسه راح نجي نشرح الانتي هايبرتنسيف اللي حننطيها.